بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم من التحق بقناتي. تلاميذ السنة أولى ثانوي شعبة آداب، نقدم لكم اختبار في مادة الرياضيات عبارة عن دراسة دالة. من هذا الدالة راح نجاوب، من هذا الرسم البياني راح نجاوب على كافة الأسئلة. إذا نبدو على بركة الله، تابعوني راح تفهموا أي دالة منها فصاعدا. الشكل الموالي يمثل التمثيل البياني للدالة F في معلم متعامد ومتجانس OEG. نلاحظ هنا الشكل، ها هنا نشوف الشكل مليح، لخش من الشكل راح نخرج كلش. السؤال الأول واش قال لي؟ قال لي عين DF مجموعة تعريف الدالة F. عين DF مجموعة تعريف الدالة DF. كي ندير نعينها؟ هي من النقطة هذه، النقطة هذه، نشوف شحال النقطة هذه نطلع هنا ونهود هذا هنا نلقى مجموعة التعريف. هذا كي نطلعه هنا شحال يعطيني؟ ناقص 6. وهذا كي نهوده هنا شوش يعطيني؟ يعطيني 5. إما لي مجموعة التعريف هي من ناقص 6 إلى 5، من ناقص 6 إلى 5 داخل المجال تكون مغلوقة. واضح؟ درك نكتبها هنايا، نكتب لك. إذا واش نكتبو؟ قال لي أوجد مجموعة التعريف. إذا عندنا دي اف مجموعة التعريف تاع هذه الدالة، هي نفتح المجال بهذه الطريقة كيما هكا، ندير هنايا فاصلة، هنايا واش ندير؟ ندير هذه القيمة اللي جاية منا، نطلع هنا شحال يعطيني؟ ناقص 6. راكم تشوفوا فيها. وهذه النقطة الأخيرة هذه هي وينها؟ تاع المنحنى، نهودها هنايا، واش عطاني؟ عطاني 5، عطاني 5. إذا هذه هي مجموعة التعريف. نتمنى أنكم فهمتوا كيف ديروا مجموعة التعريف من خلال البيان. نروح للسؤال الثاني، واش قال لي؟ قال لي عين صور الأعداد ناقص 4 2 و3 بالدالة F. عين الصور، الصور موجودة هنا، هذا المنحنى هو منحنى الصور، يعني الأعداد اللي عطاها لي هنايا موجودة منا. نشوف العدد مع تقاطع المنحنى يعطيني الصورة. نعود عين الصورة، يعني احنا نبحث على الأرقام الموجودة في هذا العمود. صاي؟ إذا عندي ناقص 4، ناقص 4، ها هي وين ناقص 4؟ دوك ناقص 4 نطلعها على المنحنى، ها هي وين؟ ها هي. نشوف هنا شحال، هنا شحال الصورة؟ 1. صاي؟ هي هذه وتقاطعها مع المنحنى، هي تتقاطع هي المنحنى هنا، هنا يمارس الصورة تاعها هي 1. ونروحو الرقم 2، ها هي 2، هذه 2، وراح أين تتقاطع هي والمنحنى؟ شوف ها هي وين؟ ها هو تتقاطع هنا، هنا شحال؟ ناقص 3. وروحو لثلاثة، وراها 3، ها هي وين 3؟ شوف 3 ما عندهاش كاع التقاطع مع المنحنى، شوف المنحنى راها تتقاطع هي ويا هنا، يعني هي الصورة تاعها صفر. نتمنى أنكم فهمتوا. إذا نعين الصورة أعداد ناقص 4، ناقص 4 الصورة تاعه 1، العدد 2 الصورة تاعه ناقص 3، والعدد 3 الصورة تاعه صفر، الصورة تاعه صفر. نعاود هنايا نكتب لكم الإجابة ومع المنحنى راه باينة. قال لي عين صورة ناقص 4، كي ندير نكتبها؟ هي اف لناقص 4، هي اف لناقص 4، نكتبها كيما اف لناقص 4. اذا ماذا تساوي؟ ها هي وين؟ هنايا تساوي 1، ها هي القيمة تاعها 1. النقطة الثانية قال لي عين صورة اف 2، اف 2، اف ل 2، إذا ها هي وين؟ 2 تتقاطع هي والمنحنى هنا عند ناقص 3، إذا تساوي ناقص 3. عندي النقطة الأخيرة هي F 3، F 3 تتقاطع مع محور الفواصل، إذا هي صفر، تتقاطع مع محور التراتيب هنا صفر. نتمنى أنها واضحة. الآن واش قال لي السؤال الآخر؟ قال لي عين سوابق العدد ناقص 3، السوابق موجودة هنا،
السوابق موجودة هنا، عين السوابق العدد ناقص 3 بالدالة F. إذا ناقص 3 وراها ناقص 3، لأن السوابق تاعها موجودة على محور الفواصل. ناقص 3 هاي وين؟ ناقص 3 هاي وين؟ ستقاطع مع الدالة مع البيان هنايا وهنايا. نعاود باش تفهمني ببطء، عين سوابق العدد ناقص 3، ناقص 3 هاي وين؟ مادام نبحثو عن السوابق يعني السوابق موجودة على محور الفواصل. عندي ناقص 3 هاي وين؟ نقط التقاطع تاعها مع البيان هنا وهنا، عندها سابقتين، هنايا كي نطلعوها تعطيني 2 وهنا كي نطلعوها تعطيني ناقص 2. نتمنى ان راه واضح. عندي ناقص 3، عنده هنا قيمه وعنده هنا قيمه، راه متقاطع مع محور مع البيان هنا وهنا. كي نطلعوه هنا يعطيني ناقص 2، وكي نطلعوه هنا يعطيني 2. اذا سوابق العدد 3 العفو سوابق العدد ناقص 3، سوابق العدد ناقص 3 هي نلاحظ ونتقاطعو، تقاطع هنايا وتقاطع هنايا وهنايا، هذه ثاني نقطة التقاطع. هنا ندير خط مستقيم باش نعرف كاع النقاط، تجيني هذه ناقص 6 وتجيني ناقص 2 وتجيني 2. هي إذا هي ناقص 6 2 وناقص 2، ونرتبها نشان ندير نرتبها، تجي ناقص 6 ومن بعد ناقص 2 ومن بعد 2. الآن واش قال لي السؤال الآخر؟ عين القيمة الحدية الصغرى، عين القيمة الحدية الصغرى والقيمة الحدية الكبرى للدالة F. هذه الصغرى هنايا لتحت وهذه الكبرى، هذه الصغرى وهذه الكبرى، لاخش هذا بالنسبة منا العدد السالب ومنا المجال الموجب. إذا هنايا F لصفر هنايا شحال؟ ناقص 6، اف لي صفر هنا ناقص 6، والقيمه الحديه الكبرى هنايا اف لي 5 تعطيني 2، هنايا اف لي صفر تعطيني ناقص 6، وهنا اف لي 5 تعطيني 2، ها 2، 5 مع 2 وناقص 6 مع 0، ناقص 6 راها مع 0. اذا توجد قيمتين حديتين، القيمة الحدية الصغرى هي ناقص 6 والقيمة الحدية الكبرى هي 2. نتمنى أن الإجابة فهمتوها. القيمة الحدية الصغرى هي F للصفر وتساوي ناقص 6، وقيمة حدية كبرى هي F لخمسة وتساوي 2. إذا قيمة حدية القيمة الحدية الصغرى، القيمة الحدية الصغرى F لصفر وتساوي ناقص 6، والقيمة الحدية الكبرى هي F لخمسة وتساوي 2، وتساوي 2 كما هي موضحة في البيان. الآن واش السؤال الآخر واش قال لي؟ قال لي شكل جدول تغيرات، شكل جدول تغيرات الدالة F على مجال تعريفها. نلاحظ هنايا هنايا النقاط، عندي هنايا ناقص 6، عندي هنا ناقص 4، عندي 0 وعندي 5. ناقص 6 ناقص 4 0 وخمسة. إذا من هنا من ناقص 6 ناقص 4، نلاحظ أنه متزايد، من ناقص 4 المجال ناقص 4 إلى الصفر نلاحظ أنه متناقص، ومن صفر إلى 5 نلاحظ أنه متزايد. نعود هنا، إذا عندي ناقص 6، شوفي ناقص 6 ياك الصورة تاعها هي ناقص 3، من ناقص هنايا المجال هنا من ناقص 6 ناقص 4
من ناقص 6 ناقص 4 راك تشوفيه متزايد، من ناقص 4 من ناقص 4 للصفر راه متناقص، ومن الصفر الى غايه 5 راه متزايد. عندي ناقص 6 الصوره تاعها هي ناقص 3، عندي ناقص 4 الصوره تاعها هي 1، عندي 0 الصوره تاعها هي ناقص 6، وعندي 5 الصوره تاعها هي 2. دوك ما عليا الا اني نرسمها. كي ندير نرسمها اذا تبع معايا، نرسمها بهذه الطريقه. عندي هنايا اكس، وهنايا عندي اف لي اكس. عندي كم من قيمه؟ عندي ناقص 6 الاولى ها هي هنا، عندي ناقص 6، عندي من ناقص 6 الى ناقص 4. هنايا هنا تحبس الوقوف تاعه ناقص 4، ومن بعد من ناقص 4 مهود حتى الصفر، ها هو الصفر هنايا، ومن الصفر وانت زاد طلع حتى الخمسة، حتى الخمسة بهذه الطريقه. عندي هنايا عند ناقص 6 هنايا، ناقص 6 شحال الصوره تاعها؟ هي ناقص 3، نكتب هنايا ناقص 3. عند ناقص 4 ها هي ناقص 4، الصوره تاعها شحال؟ 1، نكتب 1. وعندي هنايا الصفر الصوره تاعه هي ناقص 6 جاي مهود، وخمسة الصوره تاعها 2. اياكم تشوفوا فيه هنايا، راك تشوفي هنا كيما راح نرسمه متزايد كيما هكا، متناقص متزايد كيما راه، ها متزايد متناقص متزايد بهذه الطريقه كيما هكا. نتمنى ان الفيديو راح يرجع لكم بقى وفسر لكم بعض الالتباسات. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.